رئيس مجلس القيادة الرئاسي يعزي في وفاة الشيخ صادق الأحمر مجلس القيادة الرئاسي يثمن الإجراءات الحكومية للحد من تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية البركان يصل أنطاليا للمشاركة في الجلسة العامة الثالثة عشر للجمعية البرلمانية الآسيوية عبور اربع شاحنات منفذ الوديعه تحمل مستلزمات الغسيل الكيلوي لعدد من المحافظات. شهداء وجرحى من القوات الجنوبيه بابيان. المشاهدون الاكارم حياكم الله والى هذه النشره الاخباريه من قناه عاد. بعث رئيس مجلس القياده الرئاسية الدكتور رشاد العليمي برقية عزاء ومواساه الى الشيخ حمير بن عبد الله الاحمر والشيخ حميد الاحمر واخوانهما وكافه ال الاحمر في وفاه المناضل الشيخ بن عبد الله الاحمر عضو مجلس الشورى الذي وفاه الاجل بالعاصمه الاردنيه عمان بعد معاناه مع المرض واعرب الرئيس العليمي لعائله الفقيد والشعب اليمني عن خالص تعزيه بهذا المصاب الاليم سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون اجتمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العالمي برئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك للاطلاع على تطورات الوضع المحلي وسبل مواجهة التحديات الراهنة على مختلف المستويات واستمع الرئيس العليمي لتقرير حول مستجدات الشان المحلي ومستويات الانجاز في الملفات الاقتصاديه والخدميه والعسكريه والامنيه وكذا الاجراءات والخطط الحكوميه للتعاطي مع التطورات الراهنه وعلى وجه الخصوص تداعيات الهجمات الارهابيه الحوثيه على الاوضاع الاقتصاديه والانسانيه وإمدادات الطاقة العالمية وحرية الملاحة الدولية، وشدد الرئيس العليمي على أهمية اطلاع كافة المؤسسات بالمسؤوليات التنفيذية مشيدًا بالاستجابة الفورية لمؤسسات الدولة والحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين في اعتماد الخيارات المناسبة لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والقدمية في مختلف القطاعات. عقد مجلس القيادة الرئاسية السبت اجتماعا برئاسة الرئيس رشاد العليمي وبحضور نواب المجلس سلطان العرادة وعبد الرحمن المحرمي والدكتور عبد الله العليمي وعبر الاتصال المري عيدروس الزبيدي وطارق صالح وفرج البحسني وكرس الاجتماع لمناقشة مختلف الأوضاع لمواجهة التحديات الراهنة بما في ذلك الإجراءات والخيارات الحكومية التي قادت إلى الحد من أثار التداعيات الكارثية للهجمات الارهابيه الحوثيه على المنشات النفطيه وحريه التجاره العالميه. وفي الاجتماع عرض رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك موجزا حول السياسات الرامية الى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي والخدمي والسلعي والابقاء على عجز الموازنه العامه عند مستوياتها الامنه، وبما ينفع اي اثار جانبيه على الفئات الاجتماعيه الضعيفه. كما استمع الرئيس إلى المقترحات بشأن المقاربات المنسقة مع الجهات المعنية للمحافظة على مسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، وتمكين الدولة وسلطاتها المحلية من تحصيل كافة مواردها السياسية، واتخذ المجلس عدد من القرارات ذات الصلة شملت تشكيل لجنة خلية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية. واتخاذ المعالجات الفورية بشأنها، كما وجه مجلس القيادة الرئاسي الحكومة بالعمل على تقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص وحمايته، واستمرار دفع حصة السلطة المحلية في المحافظات خلال السنة المالية الجديدة، بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. تستضيف العاصمه الاماراتيه ابوظبي الاثنين المقبل اعمال مؤتمر قاده الشرطه والامن العرب السادس والاربعين ويناقش المؤتمر على مدى يومين بمشاركه جميع قاده الامن العام بالدول العربيه وممثلين عن هيئات ومنظمات عربيه وعالميه ونتائج دي تطبيق توصيات المؤتمر الخامس والاربعين لقاده الشرطه والامن العرب وعددا من القضايا من بينها جرائم غسيل الاموال واهميه دور المتحدث الرسمي الامني كما سيناقش المؤتمر اعمال اجتماع اللجنه المعنيه باعاده صياغه مشروع الاستراتيجيه العربيه لمكافحه جرائم الاتجار بالبشر والاعضاء البشريه قدم رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ومعه عضو المجلس عبد الوهاب معوضة واجب العزاء في وفاة الشيخ المناضل صادق بن عبد الله بن حسين الأحمر الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني وعبر البركاني للشيخ حميد الأحمر وكافة إخوانه وأسرة الفقيد والأحمر عن خالص التعازي وصادق المواساه بهذا المصاب الأليم، مشيدا بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والسياسية والمجتمعية، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وصل رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني السبت إلى مدينة طنطايا بجمهورية تركيا للمشاركة في الجلسة العامة الثالثة عشر لجمعية البرلمانية الآسيوية خلال الفترة من الثامن وحتى العاشر من يناير الجاري وتحت شعار تعزيز تعديات الأطراف بالديناميات العالمية المتغيرة وكان في استقباله والوفد المشارك في اجتماعات الجمعية الآسيوية عضو البرلمان التركي أحمد آغاداي والقنصل بالسفاره اليمنية بانقرة محمد المشهري، وتاتي هذه المشاركة بهدف تعزيز وتنسيق العمل المشترك بين البرلمانات المشاركة في مختلف القطاعات والمحافل الدولية، والنهوض بدور الدبلوماسية البرلمانية الاسيوية وتفعيل التواصل الثنائي للبناء من اجل تنسيق المواقف وزيادة التعاون في كافة المجالات. التقى وزير الدفاع الفريق ركن محسن الداعري بقائد قوات التحالف بعدن العميد ركن حسين الحربي لمناقشة مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية وطبيعة الموقف العسكري في ظل تداعيات الميليشيا الحوثية الإرهابية على مواقع القوات المسلحة في أكثر من جبهة وفي اللقاء تمن الوزير الداعري الدعم السخي من الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لليمن وقواته المسلحة التي تخوض معركة العروبة والمصير المشترك في مواجهة المشروع الإيراني التوسعي من جانبه أكد قائد التحالف عدن استمرار التحالف في تقديم أوجه الدعم لليمن وقواته المسلحة وإلى عدن حيث عقد اجتماع ضم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعقبي لمناقشة جهود تعزيز الشراكة الاستثمارية بين مؤسسات القطاع الاتصالات الخدمية ووحدة الصكوك الإسلامية بالبنك المركزي اليمني. واستعرض الاجتماع مستوى استفادة قطاع الاتصالات من الفرص التمويلية للصكوك الإسلامية في تمويل مشاريع تطوير البنية التحتية الرقمية ونظام الاتصالات والبريد كما تطرق الاجتماع إلى الاستفادة للقطاع المصرفي من التقنية الرقمية وتطوير الخدمات المالية الرقمية ومناقشة المعوقات التي تواجه مؤسسات قطاع الاتصالات بتعاملاتها المالية والمصرفية وأقر الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم في مجال التمويل والاستثمار في مشاريع قطاع الاتصالات والاتفاق على اتخاذ عدد من الاجراءات والقرارات التعاون والتكامل في الأداء. أيضا في عدن ناقش وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيب حسابت مع رئيس منظمة يمن آيدا سمر اليافعي الاحتياجات الصحيه الموجهه للدعم والمسانده والاتجاه بها على مسار التدخلات الطارئه والتفكير في المشاريع ذات الاثر المستدام والبناء على خطه الوزاره في الاحتياجات الانسانيه والجوانب المتصله بالرعايه الصحيه الاوليه مع تحديد مناطقها وفقا للاحتياج ونوه الوزير الى الاحتياجات الراهنه من الادويه الخاصه بالامراض المزمنه كغسيل الكلى والسرطان والامراض النفسيه وخطه الحكومه التي يمكن مشاركتها مع المنظمه عبر منفذ الوديع الحدودي مرت أربع شاحنات تحمل على متنها 36 طن و400 كيلوغرام من المستلزمات والمحاليل الطبية الخاصة بالغسيل الكلوي لتوزيع على مراكز الغسيل الكلوي بعدد من المحافظات مقدمة من مركز الملك سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئة بالمركز الدكتور عبد المعلم إن الشاحنات التي عبرت عن طريق المنفذ هي جزء من 15 شاحنة إغاثية سيتوالى دخولها عبر المنفذ خلال الأيام القليلة القادمة سيتم توزيعها على مراكز الغسيل الكيلوي بمختلف المحافظات اليمنية المستهدفة أدى محافظ محافظة حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي صلاة الجمعة مع جموع المصلين في جامع الشهداء بحي أكتوبر بديس المكلا، وتضمنت خطبة خطيب الجامع الشيخ يوسف المحمدي حتمية الموت والمساهمة في إعمار الأرض والعمل على الصالح والعبادة الله تعالى واجتناب ما نهى عنه والاستعداد ليوم الحساب. عقد مدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد مطيع المنهالي لقاءً مع المشائخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية بمديرية الردة الشرقية وقصيعر بحضور مدير عام المديرية العميد الركن محمد الجريري وذلك لمناقشة أبرز احتياجات المديرية في الجانب الأمني. ودعا العميد المنهالي الاهالي الى الوقوف بجانب قوات الامن والشرطه واهميه استشعار المسؤوليه المشتركه مثمنا دور ابناء الريده والشرقيه وقصيعر في حفظهم على السلم الاجتماعي ومشاركاتهم الفعاله في مسانده الاجهزه الامنيه لتثبيت وتوطيد دعائم الامن والاستقرار بالمديريه. دشن مدير عام مديرية مدينة المكلا المهندس صالح العمري ومدير مشروع النظافة بالمكلا المهندس حيدر العطاس الحملة المجتمعية التطوعية لسواحل المديرية وشارك في الحملة خمسون متطوع من الملتقيات التطوعية إضافة إلى مهندس النظافة بمشروع النظافة بالمكلا واستهدف الحملة الشاطئ كورنيش الستين والشارع الرئيسي المحاذي به نفذ أهالي مديرية الديس الشرقية وقفة احتجاجية أمام مكتب السلطة المحلية بمحافظة حضرموت تطالب بعدم احتكار المواصلات وعودتها للمنافسة من جديد وناشد المحتجين محافظ حضرموت بإلغاء تلك القرارات التعسفية التي أصدرتها نقابة النقل بالمحافظة بشأن حركة النقل للباصات خط الديس الشرقية من وإلى المكلا. وشك المحتجون بأن القرارات التي لا تخدم المرضى والمراجعين للعيادات بمدينة المكلا وتتسبب بعناء للطلبة الدارسين بجامعة حضرموت مطالبين السلطة المحلية ونقابة النقل بالمحافظة العدول عن تلك القرارات لخدمة المديرية وأهلها دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة حضرموت الوادي والصحراء عامر العامري بمدينة سيون العام التدريبي 2023 للميلاد وحفل تخرج دفعة الاستجداد بأمن وشرطة وادي وصحراء حضرموت أشاد وكيل المحافظة بالجهود الأمنية المبذولة من قبل قيادة ومنتسبي الأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت والجاهزية الأمنية في تنفيذ المهام المنوطة بهم مؤكدا وقوف السلطة المحلية إلى جانب قيادة الأمن والشرطة في سبيل تعزيز المنظومة الأمنية للقيام بمهامها بكفاءة وفعالية وشهد الحفل عرض عسكري رمزي للوحدات الأمنية واستعرض عدد من المهارات القتالية التي تلقاها الجنود خلال الدورة الاستجداد في الاقتحامات وحماية كبار الشخصيات والفنون القتالية افتتح وكيل محافظة حضرموت شؤون مديرية الوادي والصحراء عامر العامري السبت ومعه مدير إدارة أمن وشرطة وادي حضرموت والصحراء العميد الركن عبد الله سالمين بن حبيش مبنى إدارة الأمن بعد إعادة تأهيله وطاف الوكيل العامري ومرافقيه في أقسام المبنى مستمعا إلى شرح عن أداء الأجهزة الأمنية والصعوبات التي تواجه سير عملها وسبل التغلب عليها وحتى العامري منتسبي الاجهزه الامنيه الى مزيد من اليقظه الامنيه والتحلي بالقيم والمبادئ الحميده والتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بالامن والاستقرار. التقى وكيل محافظه حضرموت شو مديريه الوادي والصحراء عامر العامري بمدينه سيئون بشباب وفتيات ملتقى المؤثر الذي اطلقته مؤسسه العون للتنميه. وتعرف وكيل المحافظة من مدير الملتقى عبد الله مقيدحان على فكرة الملتقى الذي يضم 30 مؤثرا ومؤثرا من وادي وساحل حضرموت من مختلف المجالات الإعلامية والفنية والرياضية والناشطين المجتمعين، ويهدف الملتقى إلى إيجاد صيغة تكاملية للمحتوى الإعلامي للمؤثرين في سبيل إبراز الأنشطة والجهود المجتمعية وكذا أعمال منظمات المجتمع المدني. عُقد السبت بمدينة سيئون اجتماع موسع لرئاسة حلف قبائل حضرموت برئاسة الشيخ عمر بن حبريش العلي، حضره مقادمة القبائل والمناصب والمشايخ والأعيان وعدد من الشخصيات الاعتبارية، وناقش الاجتماع الأوضاع الأمنية والمخاطر التي تهدد حضرموت الوادي والصحراء خصوصًا، وأقر المجتمعون فتح باب التجنيد. في الجانب العسكري والأمني لعدد عشرة آلاف مجند من عموم أبناء حضرموت لدعم الأمن والاستقرار بوادي وصحراء حضرموت، على أن تقوم الدولة بمباشرة تأطيرهم رسميا، وسيقوم الحلف بترتيب ذلك قبليا على أرض الواقع في حالة خلاف ذلك، وأعلنت قبائل الحلف وقوفها ودعمها وإسنادها للعميد عامر بن حطيان النهدي أركان حرب المنطقة العسكرية الأولى. وتشكيل من أبناء حضرموت على وجه السرعة تحت قيادته ليتمكن من تنفيذ مهامه على أكمل وجه كما أعلنوا وقوفهم ودعمهم وأسنادهم للعميد الركن عبد الله بن حبيش الصيعري مدير أمن وادي وصحراء حضرموت وسرعة تطبيق التوجيهات الرئاسية القاضية بتجنيد 3000 مجند لأمن الوادي والصحراء ليتمكن من تنفيذ مهامه الأمنية ورفض المجتمعون تواجد واستقدام أو فرض أي قوات من خارج حضرموت مهما كانت ذرائع وجودها هذا وأقر الاجتماع إعفاء الأمين العام للحلف مكتب ساحلي وخطبة حضرموت عمر باشقار من مهامه استشهد سبعة جنود وجرح ثمانية آخرين من عناصر القوات المسلحة الجنوبية الجمعة إثر هجوم إرهابي بمحافظة أبيان بانفجار عبوة ناسفة وذكرت مصادر محلية أن خمسة عشر جندي من منتسبي اللواء الرابع مشاة سقطوا بين قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة زرعتها عناصر إرهابية في طريق وادي عمران بمديرية موديا بمحافظة أبيان واشارت المصادر الى ان القتيلين من ابناء مديريه الازارق واثنين اخرين من ابناء منطقه لصات وقتيل من ابناء مديريه حجافه بالاضافه الى قتيلين من ابناء عدن شيع الآلاف من أبناء محافظة الضالع السبت شهداء الحادث الإرهابي بمحافظة أبيان الذين استشهدوا صباح الجمعة في وادي عمران بمديرية موديا إثر عبوة الناس فزرعتها عناصر القاعدة وداعش، وانطلق موكب التشجيع من العاصمة عدن إلى مسقط رأس الشهداء بمديرية الأزارق وجحاف بموكب جنازي مهيب حيث غُري جثمانهم الثرى بمقابر مناطقهم عقب الصلاة عليهم. والقى نظره الوداع الاخيره من قبل اهلهم وذويهم دشن اللواء الاول مشاجب الحديد صباح سبت المرحله الاولى من العام التدريبي والمعنوي 2023 للميلاد بحضور عدد من قاده وضباط القوات المسلحه الجنوبيه واستعرض منتسبي اللواء الأول مشاة قدراتهم البدنية والفنية بعرض مهيب شاركت فيه سرايا رمزية من وحدات اللواء وفي كلمة له بالحفل التدشين أشاد أركان القوات البرية الجنوبية اللواء صالح السيد بدور اللواء الأول مشاة والجاهزية القتالية والمعنوية والتضحيات التي يقدمها أبطال اللواء منذ تأسيسه في 2016 للميلاد حتى اليوم باعتباره النواة الأولى لتشكيل الجيش الجنوبي وفي كلمة حتى العقيد مثنى عمر العامري أركان اللواء الأول مشاة ضباط وأفراد على رفع الجاهزية القتالية والانضباط لمواجهة أي طارئ وفقا لما تتطلبه المرحلة التقى رئيس العمليات المشتركة لمحور الضالع القتالي العميد عبدالله مهدي الصباح السبت بمبنى العمليات المشتركة بالمحور بنائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر السيد ديفيد مونتاز والوفد المرافق له، وناقش العميد مهدي سبل دعم المحافظة للمشاريع القدمية والصحية والتنموية، لافتًا بأن محافظة الضالع بحاجة إلى مشاريع خدمية واسعة النطاق. واستمع العميد مهدي باللقاء إلى شرح مفصل من قبل السيد مونتز والفريق المرافق له حول الدور المنظمة بالمحافظة وخطة العام 2023 مشيدا في الوقت نفسه بدور منظمة الصليب الأحمر الدولي بالمحافظة على دعمها الإنساني وطالب العميد مهدي بعثة الصليب وكافة السلطات المحلية والمنظمات الدولية بزيادة تقديم الدعم الكافي لمحافظة الضالع ومنحها المشاريع المعيشية الكبيرة التي تسهم في انتشال المحافظة من أوضاعها المتدهورة وإلى مديرية القطن حيث حاولت عصابة مسلحة نصتها على أحد محلات الذهب والمجوهرات بسوق النساء بمديرية القطن مساء السبت وأسفرت الاشتباكات مع العصابة عن مقتل فرد تابع للعصابة وإصابة ثلاثة من عمال محل باحشوان للذهب والمجوهرات تم إسعافهم إلى مستشفى القطن العام المشاهدون الأكارم وإلى الخبر الأخير في هذه النشرة تمكنت مدفعية المقاومة الجنوبية السبت من قصف وتدمير مواقع مستحدثات تابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية بجبهة ثرى بمحافظة أبيان حيث تمكن جنود المقاومة الجنوبية من رصد عناصر حوثية استحدثت مواقع قنص جديدة في ميمنه الجبهه واقدمت على قصف مواقع المقاومه وبحسب مصدر عسكري بالمقاومه فقد تم على الفور تحديد موقع القصف الحوثي واستهدافها بالاسلحه الثقيله وتدميرها بالكامل المشاهدون الاكارم الى هنا ناتي واياكم الى ختام هذه النشره اليكم تذكير بالعناوين رئيس مجلس القيادة الرئاسي يعزي في وفاة الشيخ صادق الأحمر مجلس القيادة الرئاسي يثمن الإجراءات الحكومية للحد من تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية البركان يصل أنطاليا للمشاركة في الجلسة العامة الثالثة عشر للجمعية البرلمانية الأسيوية عبور اربع شاحنات منفذ الوديعه تحمل مستلزمات الغسيل الكيلوي لعدد من المحافظات. شهداء وجرحى من القوات الجنوبيه بابيان. المشاهدون الاكارم وفي ختام هذه النشره نتمنى لكم متابعه طيبه لكل ما قدمناه واعددناه لكم من قناه عاد فشكرا للمتابعه والى اللقاء.